صباح الخير وصباح يوم مهم جدا في دبي في الإمارات، والنهاردة هننطلق لحدث عظيم، وسعيدة ان انا هنطلق مع ايناس. يعني منطلقين بقالنا فترة مع منطلقين، بس النهاردة الحدث ده مخصوص عشان الحدث. احنا جايين مخصوص عشان الحدث ده، لانه كنا المفروض نيجي في الافتتاح بس قالوا لنا بقى هيبقى زحمة قوي كده، فاحنا هنروح النهاردة ان شاء الله. هنزور الاكسبو، لا الجناح المصري والجناح الاماراتي طبعا، لان احنا خلاص بقينا بلد واحده يعني. أكيد طبعا. فاحنا هنروح نزور الاثنين، وطبعا عشان وقتنا ضيق قوي كان نفسنا نشوف كل الاجنحه، بس هيبقى صعب كل مره ما نيجي نروح جناحين. احنا قدامنا لغايه مارس يعني، فان شاء الله نشوف كله ان شاء الله. متوقعه ايه يعني، ايه اللي في خيالك نفسك تشوفيه هناك؟ بصي انا طبعا اول مره بحضر اكسبو عموما، ما حضرتش عمري لا في اي بلد تانية، لأنه كان هو كل 4 سنين بيعملوه، فرايح أشوف التقدم اللي بيحصل والانبهار اللي موجود. العالم كله بيقدم أكتر حاجة عملها تقدم تكنولوجي، حاجات اقتصادية، بتشوفي العالم يعني. فهروح أول مرة في حياتي، ويمكن بقى بعد كده الواحد يروح على طول في كل العالم يلف، ما هو كل سنة بكل 4 سنين بيبقى في بلد. إن شاء الله يكون عندنا بعد 4 سنين يكون في العاصمة الإدارية بقى. في 4 سنين رايح لا يعني في اليابان، هو اظن رايح اليابان او حلقة. يعني مره من المرات يكون عندنا في العاصمه الاداريه. ان شاء الله ان شاء الله. هننطلق دلوقتي للاكسبو، هنكمل كلامنا هناك في الجناح المصري، انتظرونا. وصلنا دلوقتي الاكسبو 2020، وهننطلق دلوقتي على الجناح المصري، بعد كده هنلتقي بوزير الثقافة ان شاء الله في جناح الامارات، وهتكون زيارة مهمة جدا جدا. هنتجول في الاكسبو، اهم حدث يعني احنا بنفخر به وسعداء به المنطقة العربية كلها. تابعونا من دبي. بدأنا ننطلق دلوقتي للمنطقة الخاصة بالإكسبو، وطبعا ده حدث مهم جدا، والتجمع العالمي اللي موجود في دبي هيضيف للاستثمارات في كل المجالات الاقتصادية والإعلامية والثقافية والسياحية، كل المجالات فايدة كبيرة جدا 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 للعالم كله من خلال الإكسبو زي ما انتم شايفين. شوفوا قد ايه واقفين في الطابور، يعني شوفوا الناس كلها جاية، الناس كلها عايزة تتابع الحدث، كله جاي من كل حتة عشان يتابعوا الحدث. 192 دولة بتشارك في الإكسبو. ووصلنا دلوقتي للجناح الإماراتي، جولة داخل الجناح الإماراتي في إكسبو 2020. تابعونا من أهم حدث، الحدث الأهم والأفخم في مدينة دبي. نبدأ من هنا الرمز ده. نعم، أول شيء مرحبا بكم في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم لنا الشرف أن نشوفكم هنا ونستقبلكم. جناح دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر جناح في إكسبو 2020، اللي تحت شعار تواصل العقول وصناعة المستقبل. الشعار هذا أو الجناح هذا يأخذ شعار الطير اللي هو صقر شعار دولة الإمارات العربية المتحدة من تصميم المصمم العالمي سانتياغو كالاترافا. لماذا الصقر؟ لأن الصقر يرمز للعو، القوة والعزة المشتركة. أيضا أن الصقر في وضعية التحليق يحلق بآمالنا وأحلامنا، في
في فضاء اكسبو 2020، ويحتضن الامارات تحتضن العالم اجمع ومقبله بشغف على المستقبل من خلال فضاء اكسبو 2020، بحيث نرسل للعالم اجمع لنا رساله. الشرق الاوسط بتاخذ اكسبو، الشرق الاوسط، شمال افريقيا وشرق اسيا، صحيح، لاول مره يقام هذا الحدث الكبير هنا، ونحن اليوم لنا الشرف ان نستقبل العالم، ويعني هذا نجاح للعرب جميعا. اصلا هنا عندنا منطقه الواحات، منطقه الواحات فيها الكثير من الاشجار، منها شجر كف مريم اللي يمتاز بشكله الجمالي، بالاضافه الى شجره الغاف اللي هي شجره التسامح لعام 2019. وهنا نشوف تمازج الالوان، ومثل ما شفنا فوق الريش المفتوحه فتحت خلاص، تظهر الشكل الجمالي وابراز الشكل الجمالي والهندسي في الجناح نفسه. طير مستعد للتحليق مثل ما ذكرت في فضاء اكسبو 2020، واليوم ان شاء الله بناخذكم في جوله لنعبر عن تاريخنا واصالتنا وقصة الإمارات خلال 50 عام، وما نراه من المستقبل خلال السنوات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني طبعا قد إيه منكم الزمن اللي تعمل فيه المبنى ده والجناح الإكسبو؟ قبل 4 سنوات إكسبو كانت عبارة عن منطقة صحراء، لكن خلال 4 سنوات الماضية شفنا تحول كبير. صحيح إن أنتوا اللي هتعملوها ابتديتوا بقى. بدينا شغل على قدم وساق، نعم. مثل ما نشوف ان الصقر معروف بسرعته، هنا السرعه ترمز الى التحول او التغير الجذري في دوله الامارات خلال 50 عام، بالاضافه الى حده البصر معروفه عن الصقر اللي يعبر عن استشراف المستقبل من القياده الرشيده التي امنت ان الانسان هو العنصر الاساسي في بناء الوطن. هنا عندنا نظام الفلج، الفلج هذا يعني مسجل في منظمه اليونسكو باسم الامارات، واول فلج عندنا عمره اكثر من 3000 عام. أولاه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان طيب الله تراه، أهمية قصوى تهدف إلى نقل المياه من الواحات أو المناطق المتواجد فيها المياه إلى تجمعات الأفراد. الماء عنصر أساسي وعصب مهم في الحياة، ونكمل إن شاء الله مسيرتنا ورحلتنا في جناح دولة الإمارات. كده هننطلق وندخل داخل الجناح، وهنكمل الجولة من الداخل مع انطلاق المياه والطيران وجناح الإمارات. تابعونا. في صحراء الأحلام بدايتنا البسيطة، بداية آبائنا الحالمين الأوائل اللي خرجوا من الأرض الطيبة هذه، الأرض هذه اللي معروفة بقسوتها، لكن آبائنا الحالمين بمرونتهم تمكنوا من التغلب على كافة الصعاب، من قلة الموارد وحياة الترحل في الصحراء لإيجاد سبل أفضل للحياة وفي سبيل تحقيق أحلامهم. مثابرتهم كانت شعلة وضاءة تنير لنا الطريق في إكمال مسيرة الطموح والنجاح. المعنى جميل جدا جدا جدا. الإمارات والبداية الصحراء، والنهاردة هم بيطيروا، فما فيش مستحيل. يعني كل، يعني أنا بشوف إن اللي بيشوفونا دلوقتي يعرفوا إن كل إنسان عنده هدف هيقدر يحققه. شوفوا البداية كانت صحراء، والنهاردة الطيران، هم بيطيروا طايرين إن شاء الله، طايرين إلى آفاق أفضل، إلى مستقبل مشرق أفضل للأجيال القادمة اللي بتكمل مسيرة البناء من أرض الإمارات ومن شعار الإمارات اللي هو أرض الحلم والإنجاز. الإمارات أرض الفرص. هني صور حقيقية تم توثيقها لمرحلة مهمة في حياتنا، في حياة آبائنا الحالمين، تظهر حياة التنقل، حياة البحث عن الفرص، حياة المثابرة لإيجاد فرصة أفضل لهم ولنا في هذه الرحلة اللي كانت مليئة بالصعاب. آبائنا تكيفوا مع البيئة المحيطة وتكيفوا مع الواقع لإيجاد مستقبل أفضل، وكانت هذه البداية التي كانت يعني المسيرة الأولى في خطوتنا نحو 50 عام اللي الحين نراها الآن على أرض الواقع هنا في إكسبو 2020. وهي الشعلة اللي بتنير دلوقتي في الإمارات، شيء
يا جماعه اللي ما جاش يلحق بقى، يلا لازم تيجوا تعيشوا اللحظه الحلوه في اكسبو 2020. هذا رمل حقيقي، ده رمل حقيقي، رمل حقيقي من جميع انحاء الامارات، من الامارات كلها، من الامارات كلها. تفضل هنا منطقه تلاقي الطرق، في المنطقه هذه كانت بواباتنا على العالم اجمع، الفرصه اللي فتحت لنا افاق اكبر، تسامحنا وانفتاحنا على العالم صار مستقبلنا. في خطوط التقاطع هذه نرى خطوط التجاره القديمه، طريق الحرير القديم، شرق اسيا، الهند، الصين، اوروبا وافريقيا كلها مجتمعه في منطقه واحده هنا. هذه هي عباره عن 42 قطعه تمثل القطع اللي تم تبادلها مع شعوب المناطق اللي زرناها واللي جاتنا هنا. الكتب تعبر عن الطابع الثقافي والتبادل العلمي والمعرفي، تبادلنا معاهم التمور وما جادت به الأرض هنا، وأخذنا منهم التوابل والأقمشة وغيرها من الأمور. مثل ما كانت منطقتنا منطقة تجارة قديما ومركز للتجارة تصل الشرق بالغرب، ما زالت دبي والمنطقة هنا منطقة همزة وصل بين الشرق والغرب. الشيخ محمد بن راشد دائما يقول نحن لسنا دولة في العالم، بل نحن العالم أجمع في دولة واحدة. الرجل هذا خرج من هذه الأرض الطيبة آمن بأن الإنسان هو عنصر أساسي في صناعة هذا الوطن، وفي باله فكرة محددة. الصوت هذا معروف لدينا هو صوت الإنسان الوحيد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد طيب الله ثراه. الشيخ زايد كان معروف بتسامحه وطيبته، وكان يسوق سيارته الخاصة في رمل. سواقته للسيارة هذه كان جميع اللي يزورونه يقولوا كيف يستطيع أن يسوق سيارة عادية مثل هذه في رمل. نحن نقول لهم اللي عنده طموح واللي عنده هدف واللي عنده حلم يريد يحققه ما في شيء يوقف قدامه. الشيخ زايد آمن بأن السنوات الماضية أثبتت بأن اتحادنا والوحدة هي الطريق الأساسي لتوفير كافة السبل للفرد. الفرد هو اللي بيبني الوطن، الفرد هو اللي بيكمل مسيرة البناء. الشيخ زايد دائما كان يقول الثروة الحقيقية هي الرجال، الرجال هي اللي تصنع المصانع وهي اللي تبني الوطن وهي اللي تشغل المصانع. فالشيخ زايد تعرف على القبائل، شاركهم حياتهم، شاركهم أفراحهم، وفي باله فكرة واحدة هي الاجتماع فيه على كلمة واحدة هي كلمة الاتحاد، وتم له ذلك في 2 ديسمبر 1971 بعد أن لبى القادة الستة الباقين للإمارات الستة كلمته وطلبه للاتحاد مثل ما ذكرت لكم في 1971. وهنا رمز للوحدة، هني نشوف الخطوط تتمازج بالألوان، كل شخص فينا عنده خط يميزه هو فيه، كل ما يدخلون علينا ناس أكثر كل ما يرتفع الصوت أكثر وتبان الجمالية في المنطقة هذه. الشيخ زايد آمن أن الوحدة هي الطريق، المنعة والعزة والقوة المشتركة للجميع. الآن كلنا على أرضية واحدة، كلنا هدف واحد، كلنا ننظر إلى حلم واحد هو حلم الاتحاد، ملبين ومتمثلين في مقولة الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الشيخ زايد دائما يؤمن بمن أن الاتحاد هو الخير للجميع وليس النفاق الواحد. مثل ما تشوف الرمال تعبر عن بداياتنا البسيطة، الزجاج يعبر عن التطور والحضارة، الرمل هو المادة الأساسية لصنع الزجاج، فمن بداياتنا البسيطة والمصادرنا استطعنا أن نقوم ببناء دولة الإمارات العربية المتحدة. الشيخ زايد أسس حكمه بالاتحاد وفي باله كيف نقدر نصيغ مستقبلنا، عنده رؤية خاصة، فاستخدم موارده واستخدم الخبرات من جميع أنحاء العالم. الشيخ زايد كان دائما شغوف بالزراعة، يقول أعطني زراعة أعطكم حضارة. في نفس الوقت كان يشرف على المشاريع بنفسه ويحاول يرسم في الرمل في بعض الأحيان للخبراء، يبين لهم الفكر والطريقة اللي بيشوف فيها الإمارات في المستقبل. أمور الحكم الجديد لم تشغلها عن شعبه والطلاع على متطلباتهم وتحقيقها، لأنهم هم الأساس في هذا الكيان الجديد. الشيخ زايد أيضا معروف عن التسامح والانفتاح، وكون علاقاته الخارجية مع دول عالمية مثل بريطانيا والملكة إليزابيث والفاتيكان وغيرها من الدول، دليل على أن نحن متواجدين هنا مستعدين للتضامن معه. طبعا نحن قادمين، فقامت المدارس والمصانع والمستشفيات. نحن اليوم
وما تجدوها ما تجدون عليه من علم ومعرفة كان لها كبير الأثر لجمهورية مصر العربية التي أسست الإنسان الإماراتي ووجدنا الآن بعد 50 سنة نواجه العالم أجمع بثقافتنا وحضارتنا اللي كان لها كبير الأثر في جمهورية مصر العربية اللي أرسلت لنا كادر تعليمي كبير. أنا معظم مدرسيني من جمهورية مصر العربية. شكرا لكم، شكرا لكم لأنكم تركتم بصمة، لأنكم أنتم أثريتوا حياتنا وصغتوا مستقبلنا. الإمارات قامت على أكتاف الكثيرين ومنهم أخواننا وحبايبنا في مصر الحبيبة. طبعا أنت كمخرجة يعني مبهورة بالإضاءة ومبهورة بالديكورات والشاشات اللي معمولة، يعني صعب قوي أن أنت تعملي ده، الناس بتشوفه لكن عشان تعرف اللي وراه صعب جدا جدا، مش حاجة سهلة. يعني بتعرضي حياة بلد كاملة من أول ما ابتدت لغاية آخر يوم للنهاردة بكل الحضارة اللي حصلت وتطور اللي حصل على شاشات، وبتشوفيها قدامك كأنها واقع، بتشوفي كل حاجة حصلت. فطبعا شيء عظيم، وإحنا أملنا دايما في الإمارات إن هم سباقين في التكنولوجيا. انتوا ابتديتوا تعملوا أقمار صناعية وتطلعوا القمر وتطلعوا الفضاء كده، ابتدت والله نجاح الإمارات نجاح لكل العرب، وإحنا كلنا هنا نمثل الجميع. هدفنا الأساسي خدمة الإنسانية. كل ما رأيناه هو عبارة عن 50 سنة من ماضينا وأصالتنا، لكن ماذا عن المستقبل التي يجسد هنا بشاشة السراب؟ سوف يتم توظيف الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي في الزراعة الأفقية. الزراعة الأفقية اللي سوف تخدم الإنسان، تأمين الغذاء أساسية قصوى لدينا، توفير المعدات والتكنولوجيا في خدمة الإنسان طبيا، تزويد حالمين مستقبل من الأطفال بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا اللازمة لإكمال مسيرة التطور والنماء. في نفس الوقت سوف نبقى متأصلين بالتزاماتنا البيئية، لأن البيئة عنصر مهم يجب المحافظة عليه للأجيال القادمة. وهنا أيضا نؤكد على التزامنا بماضينا وأرثنا اللي هي الصحراء. الشيخ زايد الله يرحمه كان دائما يقول اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا له مستقبل. سوف نبقى أبناء هذه الأرض الطيبة من بيت الشعر وغيرها، لكن سوف نوظف التكنولوجيا لخدمة الإنسان. فأي شيء تشوفونه هني، إذا بتشوفوا معاي البقيات والسيارات حتكون تطفو على سطح الأرض لأنها من المستقبل. فذلك السبب في ذلك أن مستقبلنا رهن بقيمنا العابرة للأزمنة، التزامنا تجاه البشرية واتجاه تمكين الحالمين المستقبليين من الأطفال اللي يكونوا القادة بالأدوات اللازمة لبناء وإكمال مسيرة البناء. هي وعائلتها أسسوا فندق للحيوانات الأليفة باعتبارها أحد المكونات التي تحظى باهتمام ورعاية في دولتنا. من الهند المدارس الشاني في إحدى المدارس في دبي تؤسس حالمي المستقبل بالعلم والمعرفة اللازمة لبناء الأوطان. الأخ برافي من الهند هنا في الإمارات يقوم بزراعة منزله بالخضروات ويؤكد على مبدأ الاستدامة ويحاول أن يؤثر في المجتمع بأن يحذون حذوه بأخذ خطوات أكثر استدامية في المستقبل. من الفلبين روميو مع عائلته هنا يؤسس نادي للحركة ويحاول أن يحث المجتمع ويكون أكثر صحي بالمثابرة والاقتداء به. وهنا عندنا الأخ عائشة طارق جيل ثاني في مجموعة شركات أدنوك، شركة بروج، هي وأخوانها. الجيل الأول هو والدها، جيلين مختلفين يعملون في دفع عجلة التطور والنماء في دولة الإمارات. وهنا من الصور اللي نفخر بها الأخت إسراء الآغا طالبة طب في دبي، تركت دراسة الطب والتحقت بخط الدفاع الأول خلال جائحة كورونا، ضحت بمستقبلها من أجل خدمة الإمارات. هذه التضحية مثال كبير أن الإمارات في قلب كل إنسان، وأكثر من 200 جنسية يحسون بهذا الإحساس.
اليوم عندنا هني مادة سينمائية تحكي قصة الجناح والإمارات. عوشة طفلة خرجت من الصحراء قبل الاتحاد وعاصرت مرحلة الاتحاد كامرأة ورجعت إلى الصحراء كجدة، بتحكي لكم قصتها في دقيقتين. تفضل. هي منطقة الحالمين المنجزين، أفراد من المجتمع الإماراتي الذي يسخر بأكثر من 200 جنسية تعبر عن أحلامهم اللي يحاولون يحققونها. ومن هنا من جناح دولة الإمارات العربية المتحدة نؤكد أن الإمارات أرض الفرص، أرض تحقيق الأحلام، ورسالة لجميع الحالمين في العالم أجمع، شاركونا أحلامكم لنتكاتف جميعا ونحققها لمستقبل أفضل لنا وللبشرية. للحالمين المستقبل اللي ممكن يكونوا قادة، اللي حيبنوا الأرض هذه وحيبنوا دولهم، فهو مستقبل للجميع. ونؤكد أن الإمارات أرض الفرص. القصة هاي تعبر عن شخصيات كثير، منها الأحلام التراثية والأحلام العلمية. عندنا هناك واحدة من الخوات هي هيام البلوشي. هيام البلوشي إماراتية، شغفها بالفضاء ترك بصمة في وصول الإمارات إلى المريخ. كثير من القصص مثل الدكتورة ماغريت مولر من ألمانيا، شغفها بالطيور والصقور خصيصا جعلها تعمل في أكبر مستشفى للصقور في العالم هنا في الإمارات. كل هذه القصص تؤكد أن الإمارات أرض الفرص. نعم، لأن الصقر مثل ما تشوفي هذه اللؤلؤة، الصقر يحتضن اللؤلؤة في قلبه، والقلب هذا قريب من قلب إكسبو النابض اللي هو ساحة الوصل. فنحلق بآمالنا جميعا، نؤكد أن نحن متقبلين العالم ونحمل المستقبل في قلوبنا لنستطيع تجاوز الكثير معا. إذا اتحدنا نحقق المستحيل. نحن نحاول ومع الجميع إن شاء الله، بتكاتف الجميع نحقق الكثير. هذا شعار إكسبو استلهمه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من خاتم ذهبي وجد في منطقة أثرية عمرها أكثر من 3000 عام هنا في دبي، صاروج الحديد اسمها. ومن هذا الخاتم الموجود عندنا في جناح الرؤية تم استلهام هذا الشعار الذي يؤكد على تضامننا جميعا، ومنه يدخل النور، نور الأمل والتسامح والعطاء هنا في جناح دولة الإمارات. مبروك عليكم. مبروك علينا جميعا. مبروك على المنطقة كلها بصراحة يعني. ودايما الإمارات رفع رأس المنطقة كلها، ويا رب دايما في تقدم، ويا رب كل العالم العربي يكون تاخدوه معاكم ونطلع كلنا مع جميعا بعض. إن شاء الله نحن جميعا نحقق المستحيل. ومن هنا نؤكد نحن ننتظر العالم أجمع يشاركونا جميع أحلامهم، وحنتكاتف حوالينا. إحنا شايفين كل الجنسيات اللي قامت عليه الإمارة. ومن أمام جناح الإمارات وبعد اللقاء الهام جدا مع وزيرة الثقافة، معالي وزيرة الثقافة نورة الكعبي، يعني أنا سعيدة أن أنا بلتقي برئيس التنفيذي للأكاديمية اللي كلنا بنسعد أن احنا نكون عندها دايما، الدكتورة جيان عبد القادر. دكتورة أنا سعيدة جدا أن أنا معاكي النهاردة، وسعيدة أن أنا في حدث وحلم وإبهار وشيء يسعد كل عربي، الإكسبو. وإحنا دلوقتي في الجناح الإماراتي وبحضور وزيرة الثقافة، اللي كان لقاء بجد نقدر نقول فيه أمل وفي طاقة وفي حاجات كتير جدا. عايزة أعرف رأيك في اللي حصل النهاردة والاستقبال. بوسي، أول شيء أرحب فيك في دبي، وأرحب فيك في إكسبو 2020، الحدث الأفخم عالميا اليوم. أكيد إكسبو 2020
اختصر خريطة العالم في منصة واحدة اللي هي إمارة دبي. لقائنا مع معالي الوزيرة نورة الكعبي وزيرة الثقافة أكيد يضيف الكثير كالعادة. حفاوة الاستقبال كانت غير عادية، وهذا شيء غير غريب على عيال زايد مثل ما يقولون، على أهل الإمارات. الجناح الإماراتي جناح مميز جدا. طبعا أهمية إكسبو 2020 كثيرة ولا تحصى، يعني نحن إذا نتكلم عنها ممكن نحتاج حلقات كثيرة. بس احنا لو كلمنا في التخصص، في تخصصي لا يتجزأ من الأهمية الكبرى اللي هي أهمها الشراكة الدولية. وجود الشراكة الدولية في منصة واحدة يلعب الدور الكبير في دعم وتعزيز الاقتصاد الدولي. لو بس أخذتي نظرة ومريتي على الأجنحة المختلفة ممكن يعني رح تقولي لي جيهان تعرفت على مهن المستقبل، تعرفت على القادم، تعرفت على رؤية على مدى سنوات قادمة، ممكن تضيف الكثير من التكنولوجيا، الكثير من الخطط، الكثير من الإعدادات اللي تحدها الدول. خاصة أنا دائما أقول بعد ولله الحمد ما تخطينا مشكلة كوفيد 19 أو جائحة كوفيد 19، فهذا بحد ذاته إنجاز كبير. أكيد يعني طبعا هذا الحدث بيقول إن صياغة المستقبل في الإمارات، يعني إحنا شفنا اللي لفت نظري جدا في معرض الإمارات إن بيوريكي البداية من الرمال للأجنحة والطيران، وفي الكواليس بتاعة المعرض بيقولك إن إحنا مش ممكن هننسى أصلنا، ولكن لازم نحقق حلمنا. فالأهداف هنا الخمسين سنة ده في حاجات كتير جدا اتحققت يمكن ما كانش في الحسبان، ولكن تم تحقيقها وإلى أكثر من الخيال اللي وصل. أنا بضيف عليك وأقول لك كانت في الحسبان، لأنه هي رؤية والدنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه ويغفر له، والشيخ راشد يعني مؤسس إمارة دبي. طبعا هي رؤية قديمة، فهي كانت في الحسبان لأنهم أول من زرعوا مش فكرة إكسبو أنا أتكلم، وإنما الأفكار اللي تحققت اليوم. يعني اكيد بعد احنا يعني داخلين على عيد الوطني، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب دايما نيجي معاكم ونحضر ونحتفل كل سنه معاكم بالعيد الوطني وباحلامكم اللي بتتحقق. وصلنا دلوقتي للجناح المصري، وطبعا حاجة يعني لازم تيجوا تشوفوا العظمة والجمال. وبرحب بيكي وسعيدة ان انت تكوني معنا في جولتنا. اهلا وسهلا بيكم، منورنا ومشرفينا في الجناح المصري. ربنا يخليك. هنبدأ منين؟ من هنا؟ هنا المفروض كنا بنتكلم. المايك معاكي؟ اكيد اكيد. هنا كان العرض بيبدا بيشرح قناه السويس، بعد كده اتنقلنا هنا. العرض دلوقتي شغال عن المتحف المصري الكبير. احنا جايبين قطع اثريه من مصر بنعرض للناس، بس نبذه صغيره عن اللي هيكون موجود هنا. ايوه تقدروا تفضلوا معانا. ده تابوت اثري اصلي لسه مكتشف حديثا لكاهن قديم اسمه بسامتك، عمره 3000 سنه. فطبعا الناس هنا بتيجي بتكون ايه مبهوره بقى بالكلام ده، وبنقول لهم هيكون في حاجات اكتر واكتر في المتحف المصري الكبير عشان يجوا يزوروا. بس بعد كده هنا بقى عندنا توت عنخ آمون، عارضين الجاليري بتاعته كلها هناك. اتفضلوا. جايبين مستنسخ للماسك بتاعه. ده مستنسخ، وبنقول ان الاصلي طبعا هيكون في المتحف المصري الكبير. هنا برضو تابوت مستنسخ وكراسي العرش ليه هو ومراته. هنا لا، دي مستنسخات. الحقيقي كان التابوت اللي هناك.
للمتحف الكبير بالضبط. أيوة. الشو اللي جاي بقى دلوقتي هيبدأ، اتفضلوا هنا. بنتكلم عن المدن الجديدة اللي هتكون في مصر، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة الجلالة، مدينة العالمين، اتفضلوا هنا. صح، والفخر بجد جميلة. احنا يعني مش رقم معين، بس طبعا كتير. احنا كنا بالطوابير طوابير طوابير، حاجة يعني كبير جدا جدا. يعني احنا من الأجنحة اللي كانت عليها طوابير بطريقة يعني ما كناش عارفين نعمل ايه، ندخل كام شخص، مش عارفين بالذات انهم محكومين بالكورونا بالظبط. عندنا كاباسيتي معين ما نقدرش العدد يخرج عنها. طيب احنا دلوقتي كده خلصنا الشغل في الدور الارضي، وطالعين دلوقتي عن الدور الاول، تور تانية خالص، حاجات مختلفة كتيرة، اتفضلوا بقى معانا. دلوقتي أول حاجة هنا بقى في الدور الأول بنتكلم عن الكالتشر، الثقافة المصرية، سينما، مسرح، الأماكن، الأكل، هنا، وكل الشاشات دي تاتش سكرينز طبعاً علشان الناس لو عايزة تعرف أكتر. في الجناح المصري، وهياخدونا في رحلة عبر الزمن، الماضي والحاضر والمستقبل. عايزة تختاري؟ خلونا نبتدي منين؟ أنا عايزة أبتدي من ملكات مصر، كليوباترا وحتشبسوت ونفرتيتي، هتقولنا الستات اللي كانوا حكموا العالم قبل ما أي ست في الدنيا تحكم العالم. أنا عايزة أبتدي من مصر الجديدة، مصر اللي بتتغير، عايزة أدخل على اللي جاي. اللي فات بقى مات، الناس عايزه تعيش مع الماضي، انا خلاص ما عنديش وقت، عايزه ادخل على انا عايزه ادخل على ان احنا سباقين، كنا في احنا نحكم العالم كله. احنا بدانا ملوك ودلوقتي داخلين يبقى كمان ملكات. ملكات طبعا، المراه مكانتها كانت موجوده من البدايه، ولكن برضو احنا فخورين ان عندنا ماضي مشرف جدا وحاضر عظيم، ولكن المستقبل انا شايفة ان هيبقى حاجة ما حصلتش. فتعالوا نشوف ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا في الجناح المصري في اكسبو. انا خدت من الاول وانت خدتي من الاخر، لان نمهم على بعض بقى نتفرج عليهم. عيشوا معنا. انا مبسوطه لان انا في حاجات ما شفتهاش في مصر شفتها هنا. انا لسه ما رحتش زرت العاصمه الاداريه، شفتها في منتهى الجمال، انا نازله عليها على طول، بس عاوزه المرجحه دي معايا عشان اطلع ناطحات السحاب. المكان ده ناخده العاصمه الاداريه يا جماعه، ده حاجه عظيمه. اولا انا يعني مبهوره يعني يا جماعه بجد ما تضيعوش الفرصة، لازم تيجوا تزوروا الجناح المصري في اكسبو. مش بس شوية تحف محطوطة، لا الحاجات دي موجودة عندنا، بس التكنولوجيا عالية برضو يعني موجودة، يعني احنا برضو دخلنا في التكنولوجيا. انا مبسوطة قوي ان احنا ابتدينا نبقى عندنا التكنولوجيا عالية كده، لان احنا كنا بنهتم اكتر يمكن بحاجات مش دي، لكن واضح انه المهندسين عندنا عاملين شغل جامد بجد، شيء مشرف. وشكرا، ويعني انا بس عايزه احييكم واشكركم. ميرسي جدا لذوق حضرتك، ميرسي ليكم، اتمنى تكون التجربه عجبتكم في الجناح. الجناح المصري لو انتوا يعني متابعين اكسبو، واحد من اجمد واحلى الاجنحه اللي موجوده في اكسبو كله.
واحنا فعلا مبسوطين ان احنا عرفنا النهارده نقابلكم، ان انتوا جيتوا الجناح وخدنا رايكم فيه. ميرسي جدا، ميرسي جدا، نورتونا بجد. ميرسي والله. ولما تسمعوا كمان اراء الناس هتتبسطوا. الحمد لله، الحمد لله. لسه هتطلعوا تشوفوا. في احلى من كده. يلا هتكملوا دلوقتي اجانب طبعا. اول حاجه لما بيطلعوا من المرجحه هنا، احنا رايحين مصر. دي اول حاجه. انطباعات الناس بقى بالنسبه للاكسبو، الناس اللي بره دايما بتبقى عندها الموضوع ان ده واحد من احلى الاجنحه اللي هم شافوها، مش بس عشان الجناح معمول كويس، بس الجناح ليه قصه، فيه فكره، الناس بتقدر تمشي مع القصه بتاعه الجناح. الاجنحه معظمها حلوه، كل حد عمل احلى حاجه يقدر يعملها، بس احنا الحمد لله تاريخنا قدر يعزز مستقبلنا، وهو ده اصل السلوجن بتاعنا، وهي دي الفكره اللي الناس بتحبها، ان احنا عندنا قصه بتتحكي، بيشوفوا القصه من اولها لاخرها، بيشوفوا مصر كانت عامله ازاي. يس، كل اللي عاملين الحاجات دي مصري، كله مصري. كلهم مصريين. شركه الانتاج، التصوير، الميديا، كل اللي عامل كل حاجه مصريين، المهندسين مصريين. ميرسي جدا، ميرسي لحضراتكم. نحط الصوت على الصوره بس. لا لا ان شاء الله. وده اللي بيخلينا نقول ان اهو الشعار بتاعنا تاريخنا بيعزز مستقبلنا يعني فعلا. طبعا ولازم كنا نكمل، احنا وقفنا شويه بس الواضح ان احنا هنكمل واللي جاي احنا هننطلق. احنا لبسنا الجوانح، احنا بنطير، ده احنا ده انتوا طيرتونا يعني. برجع تاني واقول لسه هنشوف حاجه تانية ومكان تاني في اكسبو 2020 الجناح المصري، ولكن انا بقول يا جماعه اوعوا تفوتوا اللحظه، اوعوا تخلوا. انا بتمنى من وزير التعليم يعمل رحله للمدارس، المدارس في مصر، كل الطلاب الجيل الجديد يا جماعه لازم يجوا يشوفوا التطور اللي بيحصل هنا. لازم البلد وزير التربيه والتعليم يجي يعمل رحله بجد. انا بطلب من ده، لا انا عايزه اشوف الاجيال، الجيل الجديد، لان هو ده اللي احنا بنراهن عليه. عايزاهم يجوا يشوفوا احنا عاملين ايه هنا في الاكسبو 2020 يعني. والجيل القديم لا معلش، الجيل الجديد احنا محتاجينه هنا، محتاجينه هنا بجد. فانا دي يعني اللحظه دي حبيت اقولها لوزير التعليم من اكسبو 2020. في عدد كبير من الناس فاكرين مصر شويه رمل وجمل، فاحنا كنا ايه، لا والله في ناس كده متخيله كده للاسف. فاحنا كنا حريصين بنوصل رساله، بالرغم من العراقه الكبيره والتاريخ الكبير، ولكن برضو احنا عندنا حاضر يعني يشرف ومستقبل بايد ربنا ان شاء الله. شفتها عندنا. انا كنت في افتتاح الاوبرا، وانا رحت العاصمه الاداريه يجي 10 مرات من اول ما بداوا ياسسوها، وانا متفائله ان مصر هتتغير في كل يعني، فنيا وثقافيا واقتصاديا وكل وسياحي، كل حاجه هتتغير. واعتقد بالاكسبو كمان هنا هنشوف تغيير اكتر يعني. ايه اللي استفدتوه من هو اقول لحضرتك على حاجه، اكسبو ده مكان بيتواجد في العالم كله، العالم كله بيتفرج عليه، فهي احنا شفنا كمصر دي فرصه كبيره جدا نعرض ما لدينا اللي الناس تعرفه واللي الناس ما تعرفهوش. وكنا حريصين ان احنا ننقل صوره عن تخطيطنا لبكره ايه. احنا عندنا عدد من المشروعات اللي تم انجاز جزء كبير منها، وفي مشروعات تانية تحت التنفيذ، فكنا حريصين ننقلها برضو بسرعه عصريه. يعني انت عارف حضرتك وسيله العرض دايما يمكن هي اللي بتجذب انتباه المشاهد بصوره اكبر، فعشان كده اعتمدنا على وسائل كلها حديثه تجذب نظر الزائر، وفي نفس الوقت بتدينا فرصه نعرض اللي عندنا بصوره كويسه. حتى حضرتك لو خدت بالك في الدور الارضي احنا عندنا المشروعات القوميه اللي هي المدن الذكيه كلها عاملين لها جزء خاص بيعرض فيها، لان في ناس كتيره تسمع بس ما كانش عندها تفاصيل. عندنا العاصمه الاداريه ده مشروع احنا بنعتبره مشروع قومي نفخر بيه، وده بينال اهتمام ناس كتيره جدا سواء كمستثمرين او حتى كناس عندها رغبه تعيش في منطقه اكثر حداثه من القاهره القديمه. مدينه العالمين الجديده احنا برضو مش بنعرضها كمصر، فاحنا عندنا الساحل الشمالي طول عمره له جاذبيه، ولكن احنا بنعرض صورته في الاستمراريه بقى، دي مدينه كامله هي اكبر من اسكندريه نفسها القديمه، بتضم حتى في جامعه اشتغلت فيها بالفعل، فيها مدينه صناعيه كبيره جاري البدء في تنفيذها، فبنعرضها كمشروع متكامل
سواء للمصريين المقيمين بره أو للأجانب أو للعرب. في نفس الوقت عندنا برضو الجزء بقى المتعلق بالاستثمار. احنا عندنا هدفين بجانب اهداف اخرى، احنا بننقل الصورة بتاعت مصر الجديدة، ولكن عندنا هدفين اساسيين بنسعى ليهم، ان احنا نزود عدد السياح لمصر، بنقدم لهم الصورة اللي هم مش عارفينها. يعني في بعض الاحيان بعض الدول بتلجأ لشركات علاقات عامة عشان تسوق لها، احنا عندنا فرصة على مدار 6 شهور العالم كله موجود فبيتفرج على المعالم السياحية المصرية، ودايما كانت نقطة الانطلاق بتاعتنا الباريد بتاع نقل الملوك ومتحف الحضارات، وتمهيدا بقى ان شاء الله للافتتاح المتحف الكبير. المتحف الكبير ده اللي الناس كلها، حتى احنا عندنا جزء من الجناح بيعرض جام، فالناس كلها دايما سؤالها امتى هيفتتح، واحنا يعني ان شاء الله بنتمنى ده هيبقى يوم من الايام بقى المشهوده في تاريخ مصر الحديث. يعني الجزء الثاني طب بالظبط، ومش بس اكبر من حيث المساحه، بما يقتنيه يعني عشان كده انتوا ما قدرتوش ان انتوا تجيبوا حاجات اكتر عشان تروح على المتحف. بالظبط كده. لا هو احنا هقول لحضرتك على حاجه، احنا مصر من سياستها ان احنا ما نطلعش قطع اثريه اصليه بره، ولكن بالظبط هو اجراءاتها صعبه، ولكن نظرا لاهميه اكسبو واهميه المشاركه المصريه فيه، فتم نقل يعني التابوت الاثري اللي عمره يعني بيزيد عن 2600 سنه، وهو من ادوات الجذب اللي بتخلي عدد كبير اللي في المدخل. ووزارة الآثار موفرة حتى مرشد من وزارة الآثار بصورة دايمة بيقوم بشرح قصة هذا التابوت. يعني طبعا أنا كنت حضرتك عايز تكمل على النقطة الجزء بقى التاني بتاع الاستثمار، يعني السياحة جزء، الجزء التاني الاستثمار، يعني أي دولة بيتم يعني فيها خطة تنمية كبيرة زي مصر بتحتاج برضو لنقل تكنولوجيا واستثمارات وضخ استثمارات مباشرة كتيرة تخلق فرص عمل، فاحنا برضو بنستغل الجناح دوت، بنعرض فيه نماذج لبعض المشروعات، وفي نفس الوقت بنعمل عدد من الفعاليات المستمرة بيحضرها ناس من مصر سواء من شركات أو من جهات حكومية بتعرض فرص الاستثمار بصورة كبيرة، بدءا من مجال التعليم ومرورا بالصناعة والخدمات وكل مجالات الاستثمار في مصر. بتمنى ان مصر الجديدة يعني يكون اكسبو وش خير عليها، ويكون نقلة تانية او نشوف صياغة تانية للاستثمار والشكل اللي هيحصل الاقتصادي في مصر. ان شاء الله هو اداة من الادوات، ولكن اقول لحضرتك على حاجة، طول ما في اخلاص في الشغل في مصر ونوايا طيبه وزي اللي احنا بنشوفه اللي بحافه اوقات موجوده يا فندم، فعشان كده ربنا ان شاء الله بيساعد، وهو اكسبو وسيله من الوسائل، وان شاء الله مصر هتكون يعني احسن حاجه في الدنيا. انا بشكرك وبحييكم كمان على النماذج المشرفه من الشباب اللي موجودين اللي بيستقبلوا الناس ويشرحوا لهم بجد اهلها يعني والغلبه الغلبه فيهم في العدد للمراه، يعني بحكم ان انا موجود طبعاً مع يعني الغلبه فيهم للمراه. الناس قالت لا ما قالت لك الملكات كلهم كانوا نساء بالظبط يعني كده، احنا من يومنا احنا مسيطرين. احنا بنشكر حضرتك جدا مساعدتك، شكرا ليكم وشكرا على الجوله الحلوه دي. شكرا، دايما متشرفين بفوق النعمه المصريه، يعني ربنا يخليك.
طويل في مجال الإعلام الذي تحقق عبر مسيرتها المفعمة بالبرامج ذات المحتوى الإيجابي للمجتمع وأهل الفن. كرمت في مهرجانات كثيرة ومحافل أخرى عن دورها الفاعل في مجال الإعلام. كانت وما زالت تدعم نشاطات وفعاليات مركز راشد لأصحاب الهمم، ليس في داخل مصر فقط، هوليوود العرب نسميها، مصر العروبة، ولكن في أي مكان تتواجد به من العالم خلال سفراتها. خلي نحيي إعلاميتنا المتميزة بوسي شلب. شعب واحد. النهاردة على أرض مصر وزير السياحة قدم دعوة لأطفال راشد المعاقين ومركز راشد. فعام زايد هنحتفل في مركز راشد، هنحتفل مع أبناء راشد. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والإمارات طيبة. معالي الشيوخ، شكرا على المجهود الكبير اللي بتعملوه لأصحاب الهمم. أنا مركز راشد صديق لي من 20 سنة. من أول يوم دخلت المركز اتعلمت من أصحاب الهمم يعني إيه همم. اتعلمت منهم إن أنا مفيش حاجة اسمها مستحيل. تعلمت منهم حاجات كتير يمكن ما تعلمتهاش بره المركز. لما رجعت مصر من 20 سنة قلت لهم احنا ليه ما عندناش مركز مهم زي مركز راشد لأصحاب الهمم. الحمد لله في عصر السيد الرئيس السيسي اهتم جدا بأصحاب الهمم، مش بس عمل مركز، ده عمل ليهم مهرجان، مهرجان أولادنا، وعمل ليهم كمان يوم أول ديسمبر يوم لأصحاب الهمم. من مركز راشد كانت البداية، بداية الانطلاق للحب لأصحاب الهمم في مصر. فشكراً مركز راشد، شكراً الإمارات، وعايزة طبعاً أحيي كل الشيوخ وطبعاً اللي عملوا حاجة عظيمة أنا كنت فيها مبارح، أبهرتني وأسعدتني الفخامة والإبداع. فخر لكل الوطن العربي إكسبو 2020. كل سنة وانتم طيبين، سعيدة أن أنا بتكرر معاكم. طبعاً إحنا سعداء جداً بوجودك معنا، أهلاً وسهلاً بك دائماً. يتفضلون الآن الطلبة يقدمون لها باقة ورد مع الوشاح للتعبير عن حبهم لهذه الإنسانة التي تدعمهم دائماً. شكراً جزيلاً.
إعلامية تحت معنا على المسرح لتكريمها. طبعا أحب أن أنوه حول هذا التكريم، كان من المفروض أن يكون قبل الجائحة، ومثل ما تعرفون أن الجائحة حالت دون السفر بين البلدان قاطبة بالعالم، واستغلينا الفرصة اليوم بوجودها معنا في هذه المناسبة العظيمة التأسيس الدولة للعام 50. فيتفضل سمو الشيخ جمعة وأيضا الأستاذة مريم لتكريمها للأستاذة بوسي شلبي. جلوس جلوس بالله. ما اتفقنا هيك يا رب. سعيدة جدا 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 النهاردة إن أنا أكون موجودة في الإمارات في العيد الوطني 50، وإن أنا أكون في المكان الأقرب لقلبي، وأكون بتكرم مع أصحاب الهمم اللي تعلمت منهم الهمة، وتعلمت منهم التحدي، وتعلمت منهم إن أنا يعني ما عنديش مستحيل. والناس بتسألني أنت طول الوقت في كل مكان بتجيب الصحة دي منين؟ أنا باجي أشحن طاقتي هنا في مركز راشد مع أصحاب الهمم، أولادنا اللي بنحتفل بيهم النهاردة في عيد الإمارات، واللي أنا اتشرفت إن أنا بتكرم النهاردة في وسطهم ومعاهم، وتشرفت إن السيدة مريم عثمان خلت اللي يطلع أول حد يكرمني أولادنا، أولادنا اللي أنا معاهم وكبروا من 20 سنة وأنا معاهم. يعني الكلام ما يكفيش لسيدة فعلا حنون عرفت إنها تحتوي أصحاب الهمم، وعرفت إنها تخليهم حاجة مفيدة، مش حاجة الناس تستعر منها أو تخبيها في البيوت، بل بالعكس أهلهم بقوا دلوقتي بيتشرفوا بيهم وبيخرجوا بيهم. عملت لهم يعني مركز علشان خاطر تدمجوهم مع المجتمع، بل بالعكس خلتوهم يتفوقوا على المجتمع. شكرا سيدة العظيمة مريم عثمان على مجهوداتك الكبيرة للمركز، شكرا على تكريمي النهاردة. يعني دموعي نزلت لما شفت أصحاب الهمم هم اللي بيكرمون يا معي. انت تستاهلين كل خير يا بوسي، احنا اللي نقول لك شكرا. انت قلتي قبل شوي انه العيال كانوا صغار وانا دلوقتي بشوفهم، يعني معناته الناس هتعرف على طول تاريخك معنا. يعني احنا ما نقدر ننكر دورك القوي، يعني اوكي نتعامل مع كل الاعلاميين وللاعلام دور حقيقي في توصيل رسالتنا، بس في ناس لهم بصمه خاصه ولهم تأثير خاص. بوسي شلبي هي اللي نقلت مركز راشد ورسالة مركز راشد لأقوى دولة عربية في الإعلام وفي كل المجالات، جمهورية مصر العربية. طبعا الناس تيجي لمصر عشان تطلع، يعني احنا حسينا ان كل الناس في مصر تعرف مركز راشد من خلالك، حتى يعني إقبال كثير من المشاهير لمركز راشد كان برضو عن من خلالك. يعني كان في ناس يقولوا لك إحنا عايزين نروح نفس المركز اللي أنت بتتكلمي عنه، فأنت كان لك دور قوي قوي، والشكر هذا قليل. يعني إحنا يمكن ما عندنا شيء آخر نقدمه، اللي نحن نبين الأطفال هذول يبينون حبهم امتنانهم، وإنك أنت ساعدتيهم ودعمتيهم. شكرا لك أنت، وشكرا تقولي تأخذي طاقة إيجابية من عندنا. إحنا
لما بتيجي انت بتدينا طاقه ايجابيه باسلوبك طريقتك تبنيكي، يعني تاخديها بطريقه كده من القلب، يعني هذا حقيقه يعني بنحسها في كلامك، فانت كمان بتعكسي الطاقه اللي عندك عنا. فاليوم كان هذا الشيء انت تستحقيه فعلا، والمفروض من زمان مش اليوم بس، احنا طبعا الظروف اللي مرينا فيها، وطبعا لقينا ان ما في مناسبه اعظم عندنا وعندكم اللي هو العيد الوطني لدولة الإمارات، وقلنا إني هاي فرصة إني نقول لك شكرا. أنا اللي بقول لكم شكرا، وبقول للإمارات كلها بشيوخها وشعبها وولادها أصحاب الهمم شكرا على تكريمي النهاردة في اليوبيل، يعني 50 سنة من النجاح وخمسين سنة من التألق. مش بس كمان ده، أنا انبهرت امبارح إن أنا أروح وأتشرف إن أنا أحضر الإكسبو 2020 وأكون في الجناح الإماراتي والجناح المصري بحضور وزيرة الثقافة السيدة نورة الكعبي، اللي انبهرت بالأجنحة وبشخصيتها وبذوقها وباستقبالها، وقد كده الحدث الأفخم والأعظم الإكسبو 2020. فيعني بجد أكيد وجود الإكسبو ده كان ليه يعني صدى كبير جدا كمان على المركز هنا وعلى أولا. أكيد أكيد، يعني إحنا يعني لما عملوا الإكسبو ما نسوا أصحاب الهمم، يعني لو تدخلي في أي مكان بتشوفين في خدمات متوفرة لأصحاب الهمم، توجهت لنا كثير من الدعوات إن إحنا نودع عيالنا الإكسبو ويشاركون، وعندنا فعاليات كبيرة إن شاء الله قريبا جدا جدا بيكون في عندنا فعالية قوية جدا مع القيادة العامة للشرطة دبي، وفي إكسبو. فإكسبو مش يعني ما عملوا فقط لناس معينين، عملوا لكل حد، وأكيد فئة أصحاب الهمم، يعني خلاص صار أصحاب الهمم في دولة الإمارات جزء ضروري أو موجود نبي أو ما نبغي في كل السياسات في كل القرارات بطريقة طبيعية بيدخلون فيه، يعني زمانات كانوا يفكرون فيها بعدين، لكن الحين خلاص صار ضمن استراتيجيات الدولة إن إحنا هالفئة موجودين لهم حق، وفي نفس الوقت لهم حق إن يكونون جزء من المجتمع ويتفاعلوا فيه. يعني إحنا اليوم لما عملنا هالاحتفال بالعيد الوطني أو حتى تكريم، إنه حتى نعودهم إن هم كمان يعطوا، يعني يعطوا حبهم ولاءهم الشكر التقدير للناس اللي يقفون بجانبهم. فالموضوع صار الحين إحنا نتعاملهم معاملة طبيعية، أنت تعطي حتاخد، صح؟ يعني مش إني زمان بس عطوهم ساعدوهم، ما نبغي نزرع هذا الشيء، لازم الشيخ محمد سمانا أصحاب الهمم. فلما يكون أصحاب الهمم فبالتالي مطلوب منك أنت بعد إنك تثبت إنك صاحب همة، فمش إنك فقط تطلب وتطلب. فاليوم كله كان تعبير عن هذا، كان هذه الرسالة اللي من وراها، اللي احنا دايما نقول ان هالطلبة او هالناس فئة جزء من هذا المجتمع، فاذا انت تبغي تتعامل انك تكون جزء من المجتمع فلك حقوق عليك واجبات. أكيد. فهذا اللي احنا نتعامل فيه، هالفلسفه اللي احنا مع اصحاب الهمم فيه. اكيد، وانا بتمنى ان في وجود الاكسبو يكون في تعاون ما بينكم ما بين اولادنا في مصر ان شاء الله، وتعملوا رحله لولادنا في إكسبو 2020، هتكون ليها صدى حلو جدا على قلب أولادنا في مصر، وإن إن هم يجوا يشوفوا المستقبل، الحاجة المبهرة اللي معمولة على أرض الإمارات. والله فكرة رائعة يا بوسي، أنت الحين عطيتني إياها. طبعا أوجه تحية خاصة للأستاذتنا سهير عبد القادر، صراحة الست هاي أعتبرها قدوة، أعتبرها مثلي، يعني في الإصرار في العطاء في إني سوت من ولا شيء سوتها عالمي، وأنا واحدة أتشرف في التعامل معها، وإن شاء الله والله فكرة رائعة رائعة رائعة، ويا ريت أنت تقوديها كالعادة من هنا من المركز هنا. مرة إني أولادنا يجوا دبي هالمرة ونعمل في إكسبو، وفعلا إن زيارة، وهاي بيكون من الجناح المصري والإماراتي ضروري. أنا وحكون معاكم بصور بالكاميرا ونحضر الحدث ضروري هذا عندك أو قدام الناس دلوقتي، لأن إحنا أول ديسمبر ده يوم أصحاب الهمم إحنا بنحتفل بيه في مصر، فأعتقد هيكون ديسمبر مناسب، الجو كويس والاحتفال على يناير، على يناير. ديسمبر إجازات، ممكن على أواخر يناير نكون نعمل، وإن شاء الله الأستاذة سهير بتسمعنا حتتصل فيها الحين بعد شوي. الله يخليك، الله يخليك.
شكرا لك انت. شكرا شكرا الله يخليك. شكرا للشيخ جمعه وشكرا للامارات شعبها وشيوخها. وانا يعني بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. العيد الوطني الخمسين يا رب دايما بنشوف الامارات من 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 نجاح لنجاح، من ابهار لابهار. ونلتقي ان شاء الله السنه الجايه هنا برضو نجتمع في ارض الامارات بحدث افخم واعظم ان شاء الله.